يعني كيهز مجموعة من الآلام ديال الأم اللي هي سميتها ربيعة وجوج ديال التوأم الحسن والحسين. هما كان سبق لهاد الحالة هذه كانت في دوار بني حمد. كانت واحد الجمعية قبل من نجات حاولت أنهم يعني توفر لهم هاد المسكن هذا والملبس وكذلك توفر لهم يعني بعض الحاجيات الأساسية، لكن هاد الشيء هذا يعني ما كافيش لأنه هاد جوج ديال التوأم راه حركيين بزاف. بعد هذا هو المهم فيهم، بما أنه واخا حركيين يعني بشيء اللي هو سلبي ماشي إيجابي. كما كتشوفوا الحالة راه كي دايره هي قدامنا، الأم حتى هي معاقة وجوج ديال التوأم معاقين. حنا الجمعية ديالنا كنشوف كل سيمانة تقريبا كنحاولوا أنهم نخملوا هاد الدار هادي، نجمعوها نصيبوها نروشوا لهم نطلعوا فيهم نجيبوا لهم ما ياكلوا نجيبوا لهم الحوايج، ولكن هادشي هذا يعني بحال الا ما كيبانش علينا لان اصلا ما كافيش. باول علاش ما كيبانش علينا؟ هاد جوج هاد بعدا هاد التوام هادو ما كيبقاوش في الدار، كيخرجوا على برا. مي كتمشي كتلقاهم انهم كيطلبوا. هادشي هذا احنا بالنسبه للجمعيه ديالنا راه سلبي. كتجي الاخت عندهم اخت وحدها هي هنا اللي كتقابلهم كتمشي كتخدم، يعني واش غتجيب لهم ما تاكل ما ياكلوا؟ واش غادي تقابلهم؟ واش هي غادي توفر الحوايج الاساسيه لراسها؟ يعني هذا الشيء هذا صعيب بزاف باش انا تقابل بعدا هاد جوج ديال هاد الدراري. شكون حافظ كثر القران؟ ها انت حافظ كثر؟ يلا اقرا يلا اقرا يلا. ما بكل على الخلق بسول ودي قدر الاولاد يخرجوا مرعى ولا اجل احنا نقي وكفلات نسوي على المجوع نمجوع ونعمجوع يصيروا كل يسعدك النفعات ديك اللي تطور مع الفجر ويجوزوا من الوقت الذي يصنع كبرى ثم لما تبوير الجحية قلب الحب بطريقة وذكى اسم ربي فصلوا عن تدرون هات الدنيا والأخيرة تخير وابقى اللي فيها صحو إبراهيم نصو إبراهيم صدق الله. حنا النداء ديالنا انه هاد جوج ديال التوام يا اما يكون عندنا مركز في المدينه اللي غادي يجمعهم، لانه كاين بزاف ديال الحالات وكاين من اسره واحده كاين ولاد الخال ديالهم اللي هما في واحد الدوار سميتو بني كمير، كذلك عندهم اعاقه ديال ثلاثه ديال البنات والاب معاق والاخ عنده 35 عام هو اللي كيقوم يعني باش انا نوفر لهم اي حاجه، ولكن حتى هو مسكر ذات الاعاقه. حنا كناديو وكنطلبوا الجهات المسؤوله يا اما تعطينا مركز يا اما تجي شي جمعيه اللي هي تقدر تكون كثر علينا اللي غادي تقوم بتوفير واحد المركز لهاد الناس هادو باش غادي تحميهم وباش انا توفر لهم كلشي ممكن. خصكم ديروا لكم خصكم مدرسه تمشيو تقراو ها كان حافظين حافظ باقي حافظ القران ديالي اه تولي صحه وتعاود شوف القران ديالي شحال حافظ يلا يا نوعه Thank you.